بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة النساء، الدرس 23. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما زلنا في الكلام على الآيات من قوله تعالى: ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وصلنا إلى قوله تعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت، أينما تكونوا يدرككم الموت. هذه الآية في سياق الآية التي قبلها: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهم لما قالوا: ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب، فهم يظنون أن القتال أن القتال يكون سببا في موتهم وانقطاع آجالهم. ولكن الله جل وعلا يقول: من كتب له أجل فإنه سيعيشه ولو قاتل في سبيل الله ولو تعرض للأخطار، فإن الله ينجيه حتى يستكمل أجله ورزقه، كما في الحديث: لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها. ولهذا قال جل وعلا: أينما تكونوا يدرككم الموت. فليس الدخول في القتال ومباشرة القتال مما يحصل به الموت دون قضاء الله وقدره، وإنما الموت يحصل حسب ما قدره الله، سواء بالقتال أو بغيره. ولهذا يقول الشاعر: ومن لم يمت بحد السيف مات بغيره. تنوعت الأسباب أو تعددت الأسباب والموت واحد. ولهذا قال: أينما تكونوا يدرككم الموت، يعني لا تظنوا أن عدم فرض القتال يؤخر من آجالكم ويمدد في حياتكم، بل إن من كتب له أجل فإنه سيعيشه ولو قاتل ولو تعرض للأخطار. والموت لا يرده شيء، لا يرده الحذر ولا يمنع حذر من قدر. فمن قدر الله له الموت فسيدركه، سواء كان في المعركة أو كان على فراشه وفي بيته. ولن تمنع الموت البروج المشيدة والحصون المحصنة، فالإنسان يموت ولو كان في عقر حصنه وعقر داره، ولو كانت عنده الجنود المجندة فإنها لا تمنع من الموت. أينما تكون، في بر أو في بحر أو في جو أو في معركة أو على فراش، فإن الموت يدرككم إذا حان وقته. فليس القتال بمعجل لآجالكم كما يتصوره البعض. ولو كنتم في بروج، والبروج هي الحصون، هي الحصون التي يتحصن فيها الناس وتكون في العادة قوية، قوية البناء محكمة لا ينفذ فيها سهام ولا قذائف، لكنها لا تمنع من الموت. والمشيدة
قيل المزينة بالشيد وهو الجص المنمقة، أو قيل هي المرتفعة قصر مشيد، المراد بالمشيدة يعني المرتفعة أو المزينة بالشيد وهو الجص، فهذا لا يمنع من الموت. وهذا كما في قوله تعالى لما قال المنافقون في وقعة أحد: لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هاهنا. قال الله جل وعلا: قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فتحصن الإنسان لا يمنعه من الموت إذا جاء الأجل، فإن الموت مدركه لا محالة. وهذا مما يقوي عزيمة المؤمن على المضي في الجهاد، لأنه يعلم أن الآجال بيد الله عز وجل، وأن القتال لا يقرب أجلا لم يكتب الله حضوره. وعلى المسلم أن يقوي عزيمته بالله عز وجل، ويعلم أن الموت شيء مقدر ومحدد وقته، لا يزاد فيه ولا ينقص، وليس الجهاد مما يقرب الموت أو أنه يقطع الأجل المكتوب للإنسان. وقال جل وعلا: وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله، وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك. كان المشركون لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم يتطيرون به، فإذا جاءتهم حسنة يعني جاءهم المطر والخصب والنعم قالوا هذه من عند الله، يعترفون أنها من عند الله. وإن تصبهم سيئة يعني انحباس المطر والفقر والجدب، فإنهم يقولون هذه بسبب محمد وأصحابه، لما جاءونا جاء معهم البلاء، وهذا من باب التطير. والطيرة شرك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، تطير بالأشخاص أو التطير بالأمكنة أو بالأزمنة هذا شرك، لأنه اعتقاد بغير الله عز وجل. وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك، أي من عند الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال إخوانهم من الكفار لموسى عليه السلام: وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه، ألا إنما طائرهم عند الله، أي كتابهم وما قدر عليهم عند الله وليس عند موسى عليه السلام. وكما تطير قوم صالح بصالح عليه السلام، قالوا اطيرنا بك وبمن معك، قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون. وكما تطير أصحاب القرية في الذين ذكر الله قصتهم في سورة ياسين، لما جاءتهم الرسل قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. فهذه سنة الكفار واحدة من قديم الزمان وحديثه، أنهم يتطيرون بالأخيار وينسبون الشر إليهم، وهذا الانتكاس في طرهم، فإن الأخيار هم سبب الخير وليسوا سببا للشر. هذا من ناحية. الناحية الثانية أن الأمور بيد الله سبحانه وتعالى، فالخير والشر كله مقدر من الله سبحانه وتعالى، وليس للناس دخل فيه.
وأيضا المصائب التي تحصل ليس سببها الأخيار والصالحون، وإنما سببها الذنوب، أفعال العباد. فطائركم معكم أي بسببكم. قال تعالى: وما أصابتكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فهي بسبب أفعالكم وليست بسبب أفعال الرسول وأصحابه الذين ما جاءوا إلا بالخير، وهم سبب للخير وليسوا سببا للشر. ولهذا قال جل وعلا: قل كل من عند الله، الحسنة والسيئة. الحسنة التي هي الخير والخصب والنبات والزروع ورخص الأسعار ودر الأرزاق، هذه من الله جل وعلا. والسيئة وهي ضد الحسنة، وهي ما يصيب الناس من الجوع ومن القحط ومن غلاء الأسعار والفقر والفاقة، هذا أيضا من الله جل وعلا، هو الذي قدره. فهو من الله من حيث القدر، القضاء والقدر، وهو من العباد من حيث أنه بسبب أفعالهم السيئة وتصرفاتهم الوخيمة، فهم السبب فيها، وهي من الله قضاء وقدرا قدرها عليهم سبحانه وتعالى لأنهم يستحقونها. نعم. وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.